السلام عليكم ومرحبا بكم. جينا اليوم البولفار باش نتبعوا فعاليات نهار الاول. يلا معايا نشوفوا شنو قالوا الناس عليه. البولفار صراحة البولفار كنتسنى فيه كل عام باش نجي ان شاء الله. وانا جيت دابا 3 سنين وكنجي. ثلاث سنين واش كتجي؟ واش التنظيم ديال هذا العام شاك مبدل على التنظيم ديال الاعوام اللي صراحة العام الاول كان خايف، الثاني توصل دابا ديال التنظيم مزيان حتى واحد ما كيدير مشاكل حتى في الدخله. صراحة كنحييهم على داكشي اللي داروا. دونك السيكوريتي خدامين مزيان. صراحة والله حيت تعاملوا معنا مزيان اول وعطاونا الوقت اللي غندخلوا معاه فيه. وتساو في الناس ضرر من كيقلبوك باش حيدوا داكشي المشاكل ديالك. ثاني مره دابا كنجيو البوفار تاع الساعات كنتي ديما نسيري عارف هادشي هنا ولاد العاشين تاعنا. كي كيجيكم البولفار صراحه واحد حاجه زوينه باش كيديروا زعما الدراري فين يخرجوا شويه فين يشوفوا بعضياتهم شحال من حاجه. شكون هما لي زارتيست اللي ما كرهتهمش يكونوا اليوم في البولفار؟ صراحه انا الطوب وان صراحه اللي بغيت يكون دابا كيرا بوقات شحال من كاينين المورفين علاش لا هادو لي زارتيست اللي سالو كلهم. انا ما كرهتش حليوه 2017 عسكري كومبيتك الصاط ناضي شو الحاجه اللي ما كتعجبكمش في البولفار؟ الحاجه اللي ما كتعجبناش صراحه كاينين شي دراري كيشوفوا شي نوض الصاك الشفره كدا ممكن هادشي قليل دابا مع البوليس زادوا داكشي الحمد لله مابقاش كيما العاوني. نفس المشكل ديال سعود البنزاني مو شي دراري بس ساعه دابا الحمد لله داكشي بلا هاد العام كيشاكم التنظيم مزيان مزيان الله يوفقك خلى العقاب تاع بعدا تاخر والله. شكون هو الارتيست اللي ما كرهتيش يكون اليوم في البولفار؟ رابور مورفين المهم احسن رابور في المغرب هو السمول كبول ودربنا وشنقال ديتي كاع في السويت بول دو فري ستايل ديالي يا جاك بول ما عنديش باش سكيت بار 13 ديجا بوش باش نو باك اوس باك فلو ليركس سين سين ليركس واو تراب اون سكول حرف كونترول ما بين تروبا كندور انا 20 سنة كون شي حاجة راه ما كنتهم داري كان اه ميو صار فيك تعطي فيك ما عندي ما ندير ليك انا 10 سنة وان فيت ديجا جاي هنا فهمتيني واش جرب شكون هما لي تاكسيس اللي كاين تاكسيس شي كل اليوم؟ بقال بقال كيرا 7 طوطو صافي طوب ان موفو مورفين كيفاش اليوم التنظيم ديال البولفار؟ لا مزيان احسن من ذاك العام احسن من قبل منه. كيفاش السيكوريتي هذا العام؟ لا كلشي تقلبنا من الصفر ديال تقلبنا كلشي. شكون هما لي تاكسيس طوب ان اللي شبعهم يكونوا اليوم؟ لا مش اللي كاينين اول واحد هو حليوه ديال الحليوه وسعود السيشي ثاني واحد انا اصلا شكاك فوريفر نعم الشيخ نطلع عقل عليه شكون ماز موفو بقينا مع عصام في الناس. اول مره جيت البولفار؟ اول مره جيت البولفار انا وشنا هي احسن بيرسون ديال البولفار؟ انت تصور مع شاشه مزيكا اي حاجه كيف العام؟ ماشي احنا نشوف وبس اول مره غادي نعمل عليها هذه المره ديما معايا صحابي خوتي كنت نجرب هذه البوزه برا في العام ويعني البوزه راه حطيت على الحساب حطيت نبغي نشوف حسن نبغي نشوف حسن وفلان جول نبغي نشوفه وش كيفاش هذا العام لوكاليزاسيون سيكوريتي لا من ناحيه لوكاليزاسيون كنت واحد المشكل دابا شحال ما عجبكش في البولفار هذا العام؟ ما عجبوش في البولفار
كيفاش يكون فيستيفال بولفار حتى لدابا؟ نورمال ماشي شي حاجه ناضيه ولكن عاد شنو هما الحوايج اللي عجبوكم حتى لدابا؟ بولفار شوف انا نقولك واحد اللعيبه انا ما جاني حامل صراحه ما درتش اي حاجه كتكون في محمد المول ما تيعجبنيش انا غير هو كاين شي حوايج زوينين ماشي رواط رواط ماشي هاد اللي نمبر رواط اللي ما كرهتهمش يكونوا اليوم هو نمبر كاين نمبر 1 دو لي بران دو لي بران ولا بي بي كان بي كان ما كرهتش شي واش نمبر الحوايج اللي ما عجبوكم في الشكال ما كاين اللي ما عجبوش هما هادو اللي كاينين دابا شنو الحوايج اللي ما عجبكش في الكومباني باسون لا كلشي مزيان مزيان الرواب اللي كاينين دابا ما عجبوش ما عجبتش حاجه بالنسبة للأورغانيزاسيون سيكوريتي كي جاتكم هاد العام؟ لا 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 واش أول مرة غادي تجيو البولفار؟ لا شحال مرة وشنو كتفضلوا أين فيرسيون ديالها ولا أين إيديسيون ديالها؟ إيديسيون ديالها إيديسيون أين عام زعما عجبكم؟ ملي كانت ديزيدروس واحد العام في 2018 واحد أحسن إيديسيون كانت وآخر حاجة تبغيو تقولوا؟ كنتمناو شي بولفار آخر حاجة تبغيو تقولوا؟ لا غنقول واحد العام أخي بولفار كان كان وقع اخي بولفار كان عقل عليه هو ملي كان نضر روينا بالباله كانت روينه مش مكنتش ولكن دابا ما بقاش كيف كان يعني دابا كتفكروا شويه بغينا شي بولفار يكون صار شي حاجه بروفيسيونيل نيفو طالع بغينا دولي بران بغينا طوطو بغينا حليوه والنمبر 1 دولي بران بالنسبه دابا للتنظيم وبالنسبه لا سيكوريتي كي جات هاد العام التنظيم واعر والسيكوريتي ما مزيرش وما مرخوش فهمتي يعني غتدخل وتحرم كلشي هو وبالنسبه لاحسن ارتست بالنسبه لك توب 1 ما كرهتيش يكون اليوم شكون وراه كاين داد هو احسن واحد داد انت عاجبك الحال عاجبني الحال واش غتعاود تجي البولفار في ليزي دي سون كون غنجي تنموت شكرا بزاف الديرني موت بغيت تقولوا من هنايا ديما هو ذات صافي كانوا هادو فعاليات اليوم اول من البولفار خلوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم البولفار واش عمركم جيتوا ليه واش غادي تجيو ولا ما غاتجيوش السلام عليكم